أقدم محل ساعات في القاهرة كلها. انزل ميدان العتبة واسأل عليه أهلها. تدخل عليه فتشوف الماضي على الجدران، تفاصيل صور وساعات، حكايات بقالها زمان. شاهد على الأحداث، شافها ووثقها. كل التاريخ موجود في محل بابا زيان. احنا يعني عندنا الشرف ان احنا في المحل بتاعك النهارده. ده شرف كبير ليا يا فندم. انا عايزه الاول اعرف اسمك بالكامل بالنطق اللي انت شايفه صح. انا اسمي اشود ساركيس فرانسيس بابازيان. اوكي. من اقدم محلات الساعات في مصر، لو مش اقدمها على وجه الاطلاق. مظبوط، ده كلام مظبوط صح. امتى جيتوا يا اشود؟ جدي فتح المحل ده في 1903. فتح المحل ده في 3 ميدان العتبة. تمام. يعني عنوان خرافي. وحوالينا كله كان محلات كبيرة ومعارض كبيرة، أسامي مختلفة. لإيه؟ معارض لإيه؟ يعني الحتة دي كانت كان شوبينج اريا. الحتة دي كانت كلها شوبينج، هدوم وديبارتمنت ستورز وساعات ومجوهرات. عمر أفندي الخزندار اللي فاتح ده دلوقتي. عمر أفندي كان موجود، سيدناوي كان موجود. وكان ساعات وحاجات زي كل حاجة. ومحلات اكبر من الدكاكين الصغيره قوي اللي فاتحه دلوقتي. ما كانش في دكاكين، كان كله محلات كبيره. يعني المحل ده كان يعتبر صغير في وسطيهم. المحل ده كان اصغر من كده في الحقيقه، ومع السنين وسعوه بقى فيه. يعني كان باب واحد بقى فيه مساحتين، وفي الجزء اللي فوق كمان. فزمان كنا عدد كبير من الساعتين موجودين في المحل، بس بقى مع الوقت اللي مات، اللي هاجر، اللي بطل. وعن المهنه نفسها ما بقتش زي الأول، بتنحضر بتموت. محدش عايز يتعلم المهنة دي بسهولة. محدش عايز يتعلم يبقى ساعات. لكن عالميا إيه؟ مش أنا بس، عالميا. أيوة طبعا طبعا. طيب جدك لما جه اتعلم الصنعة دي من هو مين؟ كان ساعاتي أساسا، جه من تركيا، كان ساعاتي. بعد هو علم ابنه يكون اللي هو فرانسيس اللي هو والد حضرتك. بعديه كانوا 3 أخوات، والدي وأخين. الأخ الكبير هاجر أمريكا سنة 35. ده من زمان قوي. وجدي للاسف مات بدري، مات اوائل الاربعينات. فوالدي كان عنده زي 18 19 سنه، كان لسه بيدرس، ساب كل حاجه وجه في المحل. واخوه معاه، اخوه كان ازهر طبعا. وبعدين انفصلوا، عمي فتح محل في قصر النيل، كان تبع المحل ده برضه. بس ايام الستينات 64 اظن هاجر راح كندا. فاضل بقى فرانسيس اللي فضل، اللي هو انا ساركيس. ساركيس الراجل الطويل بالبدله. أيوة دايما انا اعرفه وشفته كتير. ومامتي سجلت معايا حلقه قبل كده من بالزبط. احلى حلقاتها. يوم الحلقه دي انا كنت موجود بس هربت، يعني من كتر الدوشه والكابلات والاضاءه والكاميرات. احكي لي بس عن المهنه اللي انت بتقول عليها ان ما حدش عايز يبقى ساعاتي. ليه ما حدش عايز يبقى ساعاتي؟ كله عايز الكترونيات، كله عايز كمبيوترات، كله عايز يدرس اي تي. يعني كله التكنولوجي في الهواء، مفيش حد عايز يشتغل بايديه. المهن اليدويه عامه بتموت. الصنعة اليدوية. فساعاتي ماسك حتتين، ماسك انه تقني وانه صنايعي. وعايزة صبر رهيب انك تشتغل في جزء صغير زي ده يوم يومين ثلاثة تصلح فيها، مش سهل. اشود وانت صغير ما كنتش عايز تهرب لما كان باباك بيحاول يعلمك؟ لان انا كنت باجي هنا وانا عندي 5 سنين بشورت، كان بيجاجرني في الاجازات عشان اتعرف على المحل. يديني النبأ قديم. إيه؟ يعني انت خريج ايه؟ جامعه امريكيه. اوكي. ايكونومكس، ملهاش علاقه بالساعات خالص. بس بالبزنس. اوكي. فكان يديني منبأ بيقول لي مثلا خد فك دي وقفلها تاني وحاجات كده. بس لما كبرت، يعني لما كان عندي 18 سنه، كنت اكتر شويه 20 باين، عشان عمي قال لي تعالى امريكا، فجهز لي الورق. وكان قدامي 6 اشهر عشان اسافر، مستني دوري يجي. فقال لي انت ما تيجي تشتغل شويه في المحل بدل ما انت تقعد كده وما بتعملش حاجه. قلت له حاضر. وانت ما كنتش بتعمل حاجه؟ كنت بتفسح. ممتاز. اوكي. كان بابا بيديني 50 جنيه في الاسبوع وقتها. قعدت كام سنه لحد ما اتعلمت بقيت قسطة؟ انا لسه بتعلم. المهنه دي غويطه جدا، وفيها يعني بيجي لنا ساعات نوع ساعه معقده جدا بنتعلم عليها. عارفه ازاي؟ يعني انت اشطر ساعاتي في مصر ولا في عندك صناعيه كبار اشطر؟ انا شخصيا مش ساعاتي، ما بشتغلش بايديا.
فعلا؟ ممكن تقولي عليا زي والدي كده خبير ساعات مثلا، اعرف ده محتاج قطع ايه، ده رقبه كام، ده موديله ايه. معظم الساعتيه اللي بيشتغلوا بايديهم عندنا في المحل انا وارثهم من اهاليهم، كانوا بيجوا هم برضو لما صغيرين. هو ساعاتي ابوه ساعاتي. والصناعيه كبار في السن عندك هنا؟ نسبيا. وعرفوا يعلموا اولادهم ولا لا؟ للاسف لا، مش عايزين، مش عايزين. انا لما عرفت ان انا جايه لك عندي ساعتين مركونين في الدرج، عايزه خبير يقول لي ينفعوا الساعات دي ولا ما. دي اوميجا كونستليشن كوارتز، كانت موضه وانا صغيره. نص ده لسه موضه بس الشكل اتغير شويه. ودي بتشتغل ببطاريه، لو البطاريه قاعده فيها السنين دي كلها هتلاقيها الساعه ساحت من جوه. الله يطمنك. طب ودي بتاعت مامتي؟ ودي كارتيه برضو نص ذهب، من الساعات الغاليه وقتها. الموديلات اتغيرت شويه، الاحجام كبرت شويه، بس دي برضو ببطاريه. على لا بس تكون البطاريات اللي فيها الفاضيه تبقى نوع كويس عشان ما تسحش جوه وتبوظ الدنيا. يعني باظوا ولا انت لما يجي؟ لا مش هقدر اعرف. يعني افرض انا زبون جبت لك دول، هتقول لي سيبيهم لي مثلا اسبوع والتعليم؟ لا هفك قدامك اشوف لو البطاريه فاضيه هحط بطاريه جديده. دلوقتي انتوا عرفتوا تصلحوا لي ساعتي بالذات الاوميجا دي؟ حضرتك اللي فكيتها يا استاذ سيف؟ ايوه. انا عايزه اقول لك الساعه دي انا وديتها توكيلها في جنيف، رجعوها لي قالوا لي البطاريه مش هنعرف نغير البطاريه. فانا اديتها لكم هنا في بابازيان، في 3 ثواني الساعه اشتغلت. ازاي؟ احنا حطينا فيها بطاريه، لقينا البطاريه القديمه فاضيه والساعه نضيفه من جوه، حطينا بطاريه جديده اشتغلت. فكان بها حضرتك تجربيها. امال ليه قالوا لي كده؟ هم السويسريين بيحبوا يبيعوا ما بيحبوش يصلحوا. عشان يبيعوا تاني؟ اكيد طبعا. شايفه الساعه دي مثلا كان ماسكها، دي اوميجا من السبعينات، حلوه قوي. ساعه حلوه قوي ومعقده جدا. افتح يا سامي من جوه. ايه اللي بيخلي ساعه معقده وساعه مش معقده؟ الفانكشنز اللي فيها، كل ما يبقى فيها حاجات بتنفع بتشتغل محتاجه تروس اكتر وعيارب اكتر وسوست ودراعات واجهزه اجزاء اكتر. يعني الساعات اللي طلعت موضه دي اللي فيها شمس وقمر وكالندر دول معقدين جدا، متعبين جدا في التصليح، ان اجزائها كتيره قوي. رفعت بيعمل ايه؟ رفعت برضو بيشتغل ساعات. ده ماسك مكنه بقى غريبه جدا. دي ايه يا عم رفعت المكنه دي؟ دي هيور، قبل ما تبقى تاج هيور سويسري. سو كومبليكيتد. هي كانت الاول كانت هاير قبل ما تبقى تاج هاير. قبل ما يبقى تاج هو في عمل ميرج. يعني انت كمان قاعد عارف العصر، عارف الموضات، عارف دي بقت ايه ودي ايه. لان انت لازم تبقي مواكبه دايما للتطورات اللي موجوده علشان تقدري ان انت لما يجيلك حاجه ما تتخضيش. والساعات الجديده برضو بتجيلكوا يا شود ولا الساعات القديمه بس؟ الساعات الجديده بتجيلنا سهله جدا، انها مكن ببطاريه. في أسوأ ظروف هتغيري دايرة، هتغيري ملف، هتغيري، ما فيهاش تروس كتير أوي، بس الساعة اللي ماسكها رفعت دلوقتي ولا تروس.